تعالوا نشوف ايضا السيد محافظ المنوفية قال ايه عن الاوضاع الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي. بس خلي بجاي جاي جاي ايه يا جماعة ايه يا جماعة لا 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 ايه يا جماعة في ايه بس بس بروح 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 الواد محمود هيا الواد محمود عامل من الحمام اللي حضرتك شفته ده هو مشهد شبيه باللي شفناه امبارح في شمال غزة، المنطقة اللي تحت القصف الإسرائيلي من 4 شهور، اللي هجروا منها الناس، اللي منعين عنها الأكل والشرب، اللي الناس فيها بتموت من الجوع. مشهد الفلسطينيين امبارح وهم طالعين يجروا على شاحنات الدقيق هو بالظبط المشهد اللي حضرتك شفته دلوقتي في حضور محافظ المنوفية في معارض أهلا رمضان. ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك ان مفيش فرق ما بين السيسي وبنيامين نتنياهو، مفيش فرق في احساس الجوع والقهر والبحث عن لقمه ما بين الشعب المصري المفترض انه مستقر وعايش في دوله كبيره، وبصوا حوالينا يا جماعه وبصوا على اهل غزه بقى لنا 4 شهور مش عارفين ندخل لهم اكل، طب وانت الوضع عندك عامل ازاي؟ المصريين كانوا هياكلوا المحافظ. ليه؟ لانك مجوعهم يا استاذه حنان زينال يا بتاعت صوره قريش، اهو أطعمهم من جوع، اطعموا الناس من الجوع اللي عندهم، وفروا للناس الأكل عشان ما نشوفش المنظر ده في مصر. تخيل حضرتك معايا أن الأزمة طالت شوية وهتطول، تخيل أن احنا وصلنا شهر رمضان وفي ناس مش لاقية تجيب أكل لا لفطار ولا لسحور، تخيل أن الداخلية بتقبض على الناس اللي معاها فول، اللي معاه كيسين فول، فعملوا كمين الفول، عملوا كمين الطعمية، عملوا كمين البصل، كمين التوم، كمين العدس، كمين الكشري، كمين الكنافة، كمين العيش، كمين البط، كمين الفراخ، وأصبح كل واحد معاه أي سلعة زيادة شوية عشان ياكل يعني يفطر أو يتصحر، الداخلية بتقبض عليه وبتصادر اللي عنده. ها هيحصل إيه عند أول معرض لأهلا رمضان؟ هيحصل هجوم كاسح، هياكلوا الأخضر واليابس. ليه؟ لأن الناس جعانين، لأن الناس جعانين، هنا مش بشتمهم حاشا يعني، لا جعانين يعني عايزين ياكلوا. بالظبط نفس الحال اللي في شمال غزة، نفس الحال اللي بيعيشوا ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة، أو مئات الألاف من الفلسطينيين في قطاع غزة. فأنت بتتحول رويدا رويدا لدولة محتلة، لشعب بيقبع تحت الاحتلال المصري العسكري بقيادة سيء الذكر. ده الواقع اللي مش عارف يشوفه يبقى أعمى، يبقى محتاج يتعالج، محتاج يفوق.
اللي بعد 11 سنة لسه مش شايف الراجل ده وصلنا لفين. يا جماعة احنا على الهوا بنناقش هنقطع الكهرباء قبل الفطار ولا بعده. يا جماعة احنا على الهوا المحافظ بيشوف ثورة جياع قدامه، الناس داخلة بتهجم على الأكل لأن ما عندهاش. احنا مستنيين ايه؟ مستنيين الخبر ده طبعا. وزارة التموين نقلا عن اليوم السابع، مخزون مصر من السلع الأساسية يكفي لمدة 5 أشهر. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية قال إن مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر سواء من الرز أو القمح أو الفول، وقال إن المخزون لم يكن يزيد عن 2 شهر، لكن طبعا فخامة الرئيس قام بتوجيه الوزارة بزيادة هذه المدة لخمس أو 6 شهور. فإحنا عندنا مسؤولين في وزارة التموين بيقولوا لحضرتك إنه المخزون بتاعنا 5 شهور وإحنا كويسين. ليه كويسين يا أستاذ؟ لأنه كان بيبقى 2 شهر بس بتوجيهات فخامته خليناه 5 شهور. فأنا كمواطن مصري المفروض إن أنا أطمن لما يطلع لي مسؤول وزارة التموين يقول لي كل الاحتياطي بتاعنا 5 شهور وكان قبل كده 2 شهر بس. هل ده تصريح يدعو للاطمئنان؟ لكن زي ما قلت لك العنوان العريض اللي احنا كاتبينه لك تحت اهو، معالم جمهورية السيسي الجديدة كماء على طريق المصريين. دي معالم الجمهورية الجديدة اللي بنستعرضها مع حضراتكم. موقع العربي الجديد في خبر آخر، 40% تراجع في واردات مصر من السلع في شهر يناير. واردات مصر تراجعت 40% في شهر يناير، بلغت 4,476,000,000 مقابل 7,520,000,000 خلال الشهر نفسه من عام 2023. السبب الرئيسي هو أزمة شح الدولار. امبارح شفنا فيديو طوابير الفلسطينيين على شاحنات الدقيق، شاحنات الدقيق الدقيق مش كده؟ تعالوا نشوف المشهد ده، وانا عايز اقول لك قبل ما تتفرج المشهد ده مش في قطاع غزة، المشهد ده في مصر على طوابير السكر. نتابع. انا بالنسبة لي انا ما عنديش مشكلة، بس الناس دي ذنبها ايه؟ يعني كل ده واقف طابور وعشان بس ياخد باكت واحد بس، وكمان بتسيب بطاقتك. يعني الناس دي كلها انتوا شايفين غير كمان اللي كان موجود في الصف التاني او الناحية التانية غير اللي موجودين جوه عشان كيس السكر. بصوا الناس دي كلهم واقفين عشان السكر. انا داخل اجيب حاجات لاختي من السوبر ماركت، لا الناس دي كلها واقفه كده. شايفين الناس قد ايه؟ كل دول واقفين يعني مستنين السكر عشان ب 25 جنيه. ايه رايكم؟ ايه راي حضرتك يا مؤيد فخامته يلي لسه شايف ان عهده ده جاب لنا الرخاء والازدهار؟ ليه يا جماعه؟ ليه الشعب المصري واقف طوابير بالشكل ده؟ على رأي الزملاء كانوا بيقولوا لي واحنا بنعرض الفيديو، دول لا عندهم حرب ولا عندهم احتلال. لا عندنا حرب ولا عندنا احتلال. ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه الشعب؟ ممكن نطلع الفيديو من غير صوت لو سمحتوا بس الناس تشوفه. ليه الناس ماشية في واقفة في الشوارع في طوابير سكر؟ كل واحد من دول ليه السكر مش موجود عنده؟ ليه مش متاح؟ كل واحد من دول بيمثل بيت ومعاناة لأسرة كاملة. الناس دي ليه واقفة بالشكل ده؟ مين المسؤول عن كده؟ الإخوان؟ أسامة جاويش؟ قناة مكملين؟ الإعلام اللي في الخارج؟ الحقوقيين؟ حقوق الإنسان؟ مدى مصر؟ المنظمة العربية لحقوق الإنسان؟ المبادرة مش عارف المصرية لحقوق الحريات؟ مين المسؤول عن ده؟ حرب روسيا وأوكرانيا؟ كورونا؟ حرب غزة؟ مين اللي خد الدولارات وصرفها في اللا شيء فوصلنا ان اسعار كل حاجة زادت ومن بينها السكر فوصل المصريين يوقفوا الطوابير دي؟ يا جماعة الطوابير دي في شبهها في شمال غزة. يعني احنا بنتكلم ان الناس جعانين في شمال غزة وفي مجاعة، احنا اهو في مصر في وسط مصر في الصبح في طوابير عشان السكر. السكر مش بكلمك مثلا على حاجة غالية مثلا ولا لا، بكلمك على السكر اللي هو ألف به أي بيت. فاللي حضرتك شايفه ده مما كسبت أيدي السيسي، ده نتاج 11 سنة من ظلم وفشل وفجر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي.
اللي حضرتك شايفه ده المشهد ده مش هيجي في قنوات حظيرة الإنتاج الإعلامي. لا يجرؤ طبال كل العصور مصطفى بكري ولا حذاء كل الأنظمة أحمد موسى ولا هذا النعقت إنه يعرض مشاهد زي دي. لا يجرؤ أي حذاء منهم إنه يرفع صوته في وش سيده ويقول له الناس دي واقفة هنا ليه. ما يجرؤش حد عز مصطفى تجيب لنا حنان زينال تقول للشباب دول احمدوا. تخيل معايا كده المشهد ان الطابور اللي واقف ده وحنان زينال معدية على واحد واحد تقول له بقول لك ايه طلع كارت البنك حطه في ايدك واقرا سورة قريش 7 مرات. ها كيس السكر ولد ولا ما ولدش؟ ها فلوسك زادت ولا ما زادتش؟ تخيل كده حنان زينال معدية على الشباب دول وقامت رايحة قايلة لهم الحمد يا جماعة احمد انت وهو لحد ما جسمك يتذبذب وتلاقي ذبذبات فتطلع الطاقة السلبية. هم هيطلعوا حاجة تانية مش الطاقة السلبية بأمانة يعني. فده المشهد اللي احنا شايفينه في ملامح الجمهورية الجديدة. خلينا نختم مع سيء الذكر عبد الفتاح السيسي وهو بيفكر الناس وبيقول لهم من سنين كتير فاتت بيقول لهم اصبروا سنتين وبعدين اصبروا وسترى. احنا كل المطلوب حاجه واحده بس اصبروا وسترى اصبروا وسترى. العجب العجاب في مصر بس اصبروا بقى لان احنا ما بنعملش نص ونص. ما اعرفش انا ما اعرفش اعمل نص ونص في اي حاجه. داخل الامور بجديه وبمسؤوليه وباصرار وبتحمل وربنا سبحانه وتعالى الموفق. شكرا. احنا بنتكلم احنا اول وعد معاكم قلت لكم اصبروا معايا سنتين. قلت اصبروا معايا ايه سنتين هتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى تباعا. يعني الناس اللي بتشتغل معانا في كل المجالات بيقول لك انتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ فبنقول لهم ان احنا متاخرين قوي بس مش يعني عشان احنا مستعجلين عشان احنا متاخرين بس. دي واحده. نمره 2 عشان الناس كمان مستنيه مننا كتير.